بمباركة من المجمع الأورشليم المقدس، أقيمت مراسم تسليم قدس الأرشمندريت سابا حوراني رئيساً روحياً لمحافظة الكرك، حيث أجريت مراسم التسليم خلال خدمة القداس الإلهي لأحد الأعمى في كنيسة القديس جوارجيوس الكرك. ترأس الخدمة سيادة مطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة، وبحضور جمع من المؤمنين من أبناء الرعية، وسط إجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على السلامة العامة. وفي عظة القداس طلب المطران خريستوفوروس من الأرشمندريت سابا التفاني في الخدمة من أجل رعاية وخدمة النفوس، متضرعاً لإلهنا القائم من بين الأموات أن يمنحه روحاً رعائياً للعمل بوصايا الرب. اليوم الكنيسة ببركة أبينا وبطرياركنا ثيوفيلوس بتسلم رعاية هاي المحافظة بالتنسيق معي لقدس الأرشمندريت سابا، حتى هو يتعاون مع الكهنة الموجودين في هاي المحافظة اللي خدموا كنائسنا هون بكل إخلاص محبة وتفاني، حتى هو يتعاون معهم في خدمتكم أبنائي. بالطبع المهام الملقاة على الرئيس الروحي لمحافظة الكرك في هاي المرحلة هي مهام صعبة جسيمة، لأنه ببناء المؤسسات في دار المطرانية ببركة البترك نحن وصلنا لمرحلة إنه نقدر فيها إنه نهتم أكثر بالمحافظات. أبنائي، أنا بعرف كل طلباتكم، وبعرف إيش أبائكم وأجدادكم من سنين طويلة طلبوا وطالبوا حتى تقدر هاي المحافظة توصل للمكان الروحي اللي بتليق فيها والمرموقة إلها، لأنها من أهم محافظات الوطن الكرك الأبية، هاي المدينة المباركة والمحروسة من الله. اليوم أبنائي بمعونة الله رح نبلش صفحة جديدة مليئة بالعمل، بالعمل الروحي الرعائي من جهة، لأنه ما بدي تنسوا أبنائي هدف الكنيسة الوحيد هو خلاص النفوس. الكنيسة هي المستشفى، هي السفينة اللي بتوصلنا، بتطببنا، بتقدسنا حتى ندخل للملكوت السماوي. هذا هو هدف الكنيسة الرئيسي.